نروح لوزارة التخطيط. أعلنت النهاردة عن حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم من برنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالي 2018-2019. طبعا دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أكدت إنها النهاردة أو إن بيانات المتابعة للربع الأول من العام المالي الحالي بتكشف عند الانتهاء من تنفيذ 490 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية بتقدر بحوالي 27.2 مليار جنيه، وده في 13 قطاع موزع على محافظات الجمهورية. أشارت الوزيرة أيضا إلى أنه بيأتي من ضمن المشروعات دي 238 مشروع للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية حوالي 1.6 مليار جنيه، وكمان 164 مشروع في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية بتقدر بحوالي 12 مليار جنيه. طبعا أرقام كتير تم ذكرها في أخبارنا النهاردة، خلينا نعرف تفاصيل الأرقام وتفاصيل الخبر مع دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، إزي أهلا حضرتك؟ بيك. أهلا بيك. يعني شايفين أنه في نشر النهاردة إنفوجراف لمجلس الوزراء المركز الإعلامي، طبعا في شفنا معدلات أرقام تحولت لأرقام أخرى، يعني حابين حضرتك تقول لنا أكتر تفاصيل او ببساطه تبسط لنا الموضوع، احنا قد ايه يعني مثلا على سبيل المثال البطاله قد ايه كان عندنا رقم كبير وانخفض لنسبه طبعا اقل، فحضرتك قول لنا تفاصيل اكتر. شوفي يا فندم، النهارده يعني مجلس الوزراء ممثلا عن وزاره الماليه بيعلن عدد من المؤشرات الاقتصاديه اللي هو المؤشرات الكليه بتاعت الدوله كلها. طبعا كل الاقتصاديين او كل الخبراء بيعتمدوا دايما لعرضهم المؤشرات دي بالنسبه لهم تبقى مهمه، واحنا بناخد المؤشرات دي بنخاطب بيها العالم الخارجي، بالنسبه لنا تبقى مخاطبه مهمه جدا الدوله كمان. انا يعني مؤيد لكلام حضرتك، انا هاخد مؤشر واحد وده مهم جدا لكل مشاهدينا الكرام، هو مؤشر البطاله. يعني ايه مؤشر البطاله؟ يعني عدد الذين اشتغلوا او يعني يسر لهم عمل، العمل ده تم التامين عليهم، يعني الناس دي يا فندم تم تشغيلهم وتم التأمين عليهم. سنة 2017 كان الرقم 12%. سنة 2018 يا فندم احنا ان شاء الله على 9.9 يعني اقل من 10%، يعني عملنا انخفاض 2.1. تخيل حضرتك دول اللي اشتغلوا شغل مباشر، يعني راحوا في مشروعات تم التأمين عليهم، شركات، مصانع، جهات، هيئات، الدولة وفرت فرص عمل علشان كده المستثمرين جم شغلوا الناس دي. تمام؟ تقريبا الرقم ده على عهدتي مش على عهدة التقرير، تقريبا زيهم يا فندم مثيل ليهم بيشتغلوا في السوق الموازي. يعني ايه؟ يعني في وظائف بتشتغل في حركة النقل، في حركة الخدمات، المعاونة، او ما شابه لذلك. لو انت حضرتك الاقتصاد الموازي ده تقريبا قارنتيه بالاقتصاد الرسمي، هتلاقي الرقم اللي هو 10% ده اقل من كده كمان. صحيح. طب يعني دكتور مصطفى، كمان مش بس البطالة اللي بقت من 12% في 2017 وصلت ل 9.9% في المية 2018، زي ما قلت حضرتك النسبة أقل من 10%، كمان عندي أكتر من مجال وأكتر من حاجة. مثلا الإيرادات السياحية كنا في 2017 4.4، 2018 بقينا 9.8. هنا شايفة الطفرة بما يعادل يعني الضعف، طفرة كبيرة أو قفزة كبيرة. أنا هأيد كلام حضرتك برضو، والحمد لله السياحة بتعود يا فندم مع يكون الاستقرار المجتمعي. يعني كل ما تكون الدولة مستقرة، الأمن مستقر، صحيح، القوانين بتبقى يعني تطبق على أرض الواقع، الكلام ده فندم النهاردة بيمس أي مواطن. أنت حضرتك النهاردة بنخرج نروح أشغلنا وإحنا مطمئنين، خلاص الحمد لله في أمن وفي مرور وفي ناس بتحكم الشارع. صحيح. ده النهاردة بيجذب عدد من السياحة. السياحة وفرت قد إيه؟ وفرت تقريبا 10 مليار دولار، واحنا لسه ما انتهيناش من 2018. مظبوط. انا بقى اسبقك واخد مؤشر اللي هو كانوا دايما مشككين فيه، يعني الناس بقى اللي بتشكك النهارده لو عندهم بعد نظر بس حتى ما يتحدثوش تاني، اللي هو قناه السويس. قناه السويس، عائدات قناه السويس ارتفعت. عائدات قناة السويس يا فندم 2017 4.9. النهارده جابت الحمد لله 5.7. مظبوط. وان شاء الله تقريبا ده على فريق مميش اعلن النهارده في الجرانين ان في نهايه 2018 هتكون تقريبا 6 مليار دولار، يعني تقريبا في سنه تقريبا زدنا 1 مليار دولار. ده بفرضيه
ان احنا ابتدينا نكتمل المشروعات زي المزارع السمكيه، زي المشروعات ان احنا ابتدينا نجيب بعض من المراكب السفن اللي هي بتساعد وتدعم قناه السويس. اعتقد مشروعات قناه السويس النهارده اللي ما يشهدش للدوله المصريه انها قامت بانجاز في سنه في محور قناه السويس، اعتقد يبقى جاحد وظالم. يعني نقدر نقول دكتور مصطفى لبعض اللي شككوا في مشروعات قناه السويس انه المؤشر هنا والرد بالارقام بالظبط، مش محتاجين نرد اكتر من الارقام. طيب يعني زادت من 4.9 ل 5.7.